حفل كبير أقيم في نجع حمادي بقيادة السيد النائب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو حزب مستقبل الوطن. الاحتفالية الكبرى دي تم خلالها تسليم 174 عروس جهاز عرسان للفتيات المستحقات والمقبلات على الزواج ومنهن عدد كبير من اليتيمات. ده تم في نادي الألمونيوم الرياضي بمدينة نجع حمادي بإشراف أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة بقيادة السيد الأستاذ محمد فتاح أمين المحافظة. النائب خالد خلف الله أكد أن الاحتفالية تأتي تنفيذا لاستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي في التخفيف عن أهلنا والأسر الأولى بالرعاية في المحافظات المختلفة، واستكمالا لهذه الجهود في زواج الشباب والشابات الغير قادرات أقيم هذا الاحتفال الكبير. طبعا يعني كل التحية وكل التقدير لأمانة حزب مستقبل وطن في قنا، وأيضا للسيد النائب خالد خلف الله.